نسمع أخبار كتيرة بالنسبة لمصر والأحداث مصر والشعب المصري، فإحنا كنا عاوزين نطمن على بلدنا الحبيبة. الشكوك اللي بنشوفها في الوقت الحالي في المجتمع عموما المصري وبالذات في المجتمع الأمريكاني. إذا حبينا نعرف شخصية السيد المسيح، من هو السيد المسيح؟ ما الذي يميز السيد المسيح؟ أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من برنامج المسيح والمجتمع. حلقة اليوم هي حلقة أفراح. منذ فترة طويلة لأول مرة تبتسم الوجوه والشفاه في مصر. أقول أن بلدنا الحبيبة عانت في الفترة الماضية منذ يناير 2011. كنا دائما نسمع بأخبار مشاكل، أخبار مزعجة، ما بين أحداث متتالية نرى فيها الصدمات ونرى فيها الآلام، ضحايا، دماء، انفجارات، تدمير، أناس يهجرون من بيوتهم وأناس يعانون من الفقر والمرض. عدت مصر في فترة من الآلام لم تكن فيها الوجوه مبتسمة، وكنا جميعا ننظر إلى بلدنا الحبيبة ونرفع أيدينا إلى الله طالبين أن تمر هذه المحنة وأن تعود الفرحة والبسمة مرة أخرى إلى وجوه المصريين. وأقول أن الله استجاب، وأننا اليوم نبتسم لأول مرة منذ فترة طويلة. من قلوبنا فرحنا، من قلوب جميع المصريين فرحوا بخبر الجميل بافتتاح قناة مصر الجديدة. لم يكن الفرحة لمجرد مجرى مائي، إنما كانت الفرحة لأننا انتصرنا في معركة هزيمة اليأس. كانت الفرحة لأن مصر قد أنجزت إنجازا عظيما في وقت كانت كل ما نسمعه هو عدم إنجازات وفشل. سبب فرحة مصر وأهل مصر أن مصر اليوم عبرت من الظلام إلى الضوء، وانفتح بصيص الضوء أمامها وستسير في الضوء إن شاء الله. أحبائي المشاهدين، نفرح اليوم ويسعدني ويشرفني أن يشاركني في هذه الفرحة اليوم وضيفنا العزيز سعادة السفير الحسيني عبد الوهاب، قنصل مصر العام في الساحل الغربي. سعادة السفير، أهلا بك معنا النهاردة. أهلا بك يا دكتور محفوظ، وأنا سعيد أن أكون مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. سعادة السفير، هل من حق مصر أنها تفرح؟ لازم مصر تفرح، لازم مصر تفرح في هذه اللحظة التاريخية اللي يعني بتتكرر كل 150 سنة. أعتقد أن المشروع اللي انتهينا منه النهاردة ده يعتبر ثالث مشروع قومي في تاريخ مصر، بعد الأهرام وبعد فتح قناة السويس الأولى الأصلية وبعد اللي هي قناة السويس الجديدة. فلازم نفرح، ونفرح أكتر بالتحدي اللي احنا خطناه بعد ما سيادة الرئيس قال إن هي هتخلص في مدة سنة، ونجحنا إن احنا نخلصها في مدة سنة وبأموال مصرية وبأيدي مصرية وعقول مصرية. لازم نفرح، لازم نفرح، لأني الشعب المصري كله الحقيقة لأول مرة شفنا مظاهر الفرح على قلبه. الحقيقة الغريبة سعادة السفير، ويمكن تساعدنا كلنا في فهم هذه الظاهرة، ربما على المستوى العادي الشخص العادي في مصر لم يتغير شيء. الغلاء موجود، المشاكل الاقتصادية موجودة، المشاكل اللي بتخلي حياة الشخص العادي صعبة في من يوم ليوم ما زالت موجودة. لكن ترى الشخص البسيط اللي ما عندوش حاجة فلوس
ياخد الجزء البسيط من الفلوس ويشتري علم وينزل ميدان التحرير أو ينزل منطقة السويس عشان يعبر عن فرحه. يعني كيف نتفهم شخصية الشعب المصري وإمكانية أنه يفرح في وقت رغم كل الصعوبات اللي هو فيها؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارف أن الشعب المصري واعي جدا ومدرك بحقائق الأمور، وعارف كويس قوي أنه مش قبل سنتين هيحصل تقدم. بس أول خطوة اتحطت النهاردة بمشروع قناة السويس الجديد، في خطوة تانية يمكن حضرتك برضو لازم نشير ليها بكل فخر، اللي هو استعادة التيار الكهربائي. يعني مع كل طبعا حضرتك بنتصل بأهالينا في مصر، الحرارة درجة الحرارة عالية جدا، ومع ذلك ما فيش انقطاع للتيار الكهربائي. معنى ذلك ان احنا تقريبا حلينا فوق 90% مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. فلازم نفرح. الشعب المصري دأب دايما على انه يستحمل في سبيل ان في ضوء في نهاية النفق. استحمل في حرب 6 اكتوبر وكان النصر من عند الله، استحمل قناة السويس والبوادر ان شاء الله هتطلع. فاعتقد انه لازم يتفائل، واحنا قلنا سنتين هنعدي بيهم هيكونوا صعبين شوية، ثم بعد كده الامور ان شاء الله هتمشي في الاتجاه الصحيح. وعلى فكرة قناة السويس حضرتك، انا مش عايز اخش في التاريخ، بس لما يجي نقارن بين قناة السويس الحالية الجديدة والقديمة، لا فرق كبير قوي بين عدد الاسهم اللي كانت مملوكة، بين عدد الوفيات اللي حصلت، بين الظلم اللي حصل بالنسبة يعني الافتاءات على حق مصر، وبين دلوقتي. برضو في نفس الوقت لابد ان احنا ندرك تماما بان ده بداية النهاية، نهاية اليأس، نهاية ان شاء الله الازمات الاقتصادية. لان الاهم او لا يقل اهمية عن افتتاح قناة السويس الجديدة هو تنمية قطاع قناة السويس، واللي هنبدأ فيه من بكرة. يمكن حضرتك عارف ان احنا في دار الهندسة المصري، مكتب دار الهندسة المصري، أنيط به انه يقوم بتنمية هذا القطاع عن طريق وضع بعض الصناعات، تنمية المواني بالذات ميناء شرق التفريعة بورسعيد وميناء العين السخنة، بحيث ان الطاقة الاستيعابية بتاعتهم هتزيد مش مرة ولا اتنين، لا ممكن توصل لخمس مرات. فأعتقد كل ده بوادر إيجابية جدا تخلينا نتفائل، وتخلي إن الشعب المصري عارف إن نهاية المعاناة بإذن الله هيجي الخير كله. وأنا أتفق مع حضرتك إنه المعنى المعنوي لافتتاح القناة هو أقوى من حتى من الناحية المادية، رغم إنه الناحية المادية يعني very لابد انها تؤخذ في الاعتبار، لانه بالتأثير بلا شك كل مصري هيتأثر بها في يوم من الايام. لكن القفزة دي من روح اليأس وروح الاهمال وانه ما فيش حاجة شايفينها بتحصل، الى بعض البوادر اللي زي ما حضرتك ذكرت موضوع التيار الكهربائي. يعني انا اتذكر من سنتين او من سنة ونص كنا بنتكلم ازاي انه 6 ساعات ممكن يقطع التيار الكهربائي في نفس الوقت والناس عايشين في الحر. نتذكر طوابير العيش وازاي الناس لدرجة انه كان في وقت الموقات بيفكروا يحددوا للشخص يأكل كام رغيف في اليوم. كانت امور صعبة لا يمكن لأي شعب انه يعيش بها. النهاردة مشكلة العيش اتحلت، النهاردة مشكلة الكهرباء اتحلت، امور كثيرة عادية اصبحت بتحصل والناس ربما بتركز عليها. لكن بلا شك انه حياة الشخص العادي في مصر الان ابتدت تتحسن. ما بنقولش انه ده نهاية الطريق، انما زي ما حضرتك ذكرت دي بداية الطريق، بداية الطريق الامل وبداية طريق الانتصارات. والطريق مش هيبقى سهل طبعا، لكنه على الاقل في امل، وده اللي محتاجه الشعب المصري. زي ما انا قلت لسيادتك، هي بداية النهاية، بداية نهاية فترة صعبة. ان شاء الله الخير كله هيجي، ومش كهرباء بس حضرتك، ولا افتتاح قناة السويس ده برضو في، لو تلاحظ حضرتك القاهرة اسمها الخدوية طبعا اتنظفت جدا جدا جدا، المرور حصل في انسياب، الامن جوه القاهرة، وحضرتك عارف ان انا لسه راجع من القاهرة حديثا، طبعا الامن اتحسن جدا جدا جدا. في بوادر بس بتاخد وقت. الوقت قد ايه؟ اعتقد ان احنا فترة وجيزة جدا حققنا ما لم يستطيع أي حكومة أو أي إدارة سابقة أن تحققه، وده دليل أن الشعب متعاون وبيحب حكومته، بيحب قيادته، ابتدى يدرك
بانه لابد نقف كلنا صف واحد، لان ما فيش زي ما بيقولوا failure is not an option، يعني الفشل مش خيار، لابد ان احنا ننجح باذن الله. وده اللي قاله الرئيس السيسي لما قال احنا مش هنسمح لمصر انها تفشل، والحقيقه قالها من قلبه وكان عند كلامه. في ذكر حضرتك انه يعني التغيير والامان حتى النظافه، انا يعني في مراجعتي في الفتره اللي فاتت دي جالي يعني كاريكاتير ظريف، او مش كاريكاتير، في صوره لميدان التحرير وقت ما كانت الثورات واللي بتحصل مكسر والطوب في الارض والزباله مرميه، قال لك ده مكان، ودلوقتي صوره ميدان التحرير وهو في منتهى الجمال والاعلام موجوده، دي مصر ودي مصر الان. سعاده السفير اسمح لي ان انا نشوف فيديو عن الحفل الافتتاحي للقناه ونشوف بهجه وافراح مصر، ونعود مره اخرى لتكمله حديثنا. سيدتي وسادتي، ونشاهد الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يتجه لاستقبال ضيوف مصر الكرام الذين جاءوا للمشاركة في هذا الاحتفال العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة. فهذه القناة الجديدة تم حفرها على الجاف من منطقة الدفشوار جنوبا حتى البلاح شمالا بطول 35 كيلومترا، بالإضافة إلى تعميق أجزاء من القناة الأصلية بطول 37 كيلومترا، منها تعميق 10 كيلومترات بتفريعة الملاح، و 27 كيلومترا بالبحيرات المرة الكبرى. وبالتالي يصل إجمالي طول قناة السويس الجديدة إلى 72 كيلو مترا، وهذا يزيد من المسافات المزدوجة بالقناة إلى ما يقرب من 115 كيلو مترا. كل ذلك يؤدي إلى السماح بمرور السفن في الاتجاهين، تقليل زمن الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات، تقليل زمن مرور السفينة من 20 ساعة إلى 11 ساعة، وأيضا استيعاب السفن ذات الغاطس الكبير، إضافة إلى زيادة أعداد السفن التي تمر بالقناة من 47 سفينة إلى 97 سفينة. وها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبل ضيوف مصر الذين جاءوا يشاركوا الشعب المصري في فرحته، يشاركوا الشعب المصري في سعادته بهذا الإنجاز، لنثبت أمام العالم أننا قادرون على مواجهة الصعاب، وأيضا قادرون على أن نحقق معجزات بكل المقاييس ويراها العالم على أرض الواقع. أهلا بكم مرة تانية. طبعا الصورة بتاعت اليخت المحروسة
هذا اليخت اللي استقله الخديوي إسماعيل في من حوالي 120-130 سنة في افتتاح القناة الأولى، الآن مرة أخرى يكون في افتتاح قناة مصر الجديدة، والحقيقة فرحة الناس واضحة على الوجوه. أكثر من 100 دولة كانت ممثلة في احتفالات افتتاح القناة. طيب أنا هسأل حضرتك برضو مرة تانية على شعورك ناحية اللي بتشوفه وفرحة المصريين كلهم، بس أعتقد أنه معنا مكالمة تلفونية. مدام أماني، أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. أي مدام أماني، أنت على الهواء، تفضلي. ألو. إحنا بنشكر الأستاذ حسيني على كل المجهودات اللي هو كان بيعملها معانا، والسفارة الحقيقة ما كنا مفيش حاجة نطلبها غير وتتعمل، وبنقول لمصر مبروك على اتفاق السويس ونحيي السيسي. طيب مدام أماني، أنا أشكرك. أنا عارف أنه المصريين كلهم بيعبروا عن فرحتهم، وعارف أنه في لقاء حيتم، يا ريت تكون فرصة تقولنا عليه. في احتفال يوم السبت الساعة 6 في تول ستريت أرمونات، من 6 هتبقى مفتوحة، والشعب المصري كله معزوم عشان يحتفل بقناة السويس والسيسي. وتحيا مصر. تحيا مصر. وآي ثينك أنا كنت طلبت من السفر لقاء ايه؟ طيب من فضلك وطي التلفزيون مدام أماني عشان نسمعك. طيب انت حضرتك قلت لنا انه في الشعب المصري في منطقة لوس أنجلوس كلها هيلتقي يوم السبت القادم الساعة 6 مساء في الثيرد ستريت بروميناد في منطقة سانتا مونيكا، الشارع الثالث في منطقة سانتا مونيكا، الساعة 6 عشان يعبر عن فرحته بافتتاح قناة السويس. مظبوط مدام أماني؟ في أي مظبوط. وأنا كنت بس نطلب من حضرة السفير لو ممكن يجيبوا الكتاب اللي احنا المفروض نمضي الشعب المصري يمضي عليه، عشان في ناس كتير مش هتقدر تروح السفارة النهاردة، فالناس بدك تعبر عن شعورها وتمضي في الكتاب يوم السبت. طيب شكرا مدام أناني، نشكرك على مشاركتك معنا وانك عرفتينا عن هذا اللقاء. انا عارف انه الحقيقة الشعب المصري كله عاوز يعبر عن فرحته. تحب حضرتك تتكلم على الطلب بتاع مدام أماني ولا ايه؟ حاضر. هو طبعا حضرتك عارف احنا افتتحنا كتاب لتلقي التهاني بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وحطناه في السفارة وحددنا موعد اليوم من يحب أن يأتي ليقوم بوضع توقيعه وكتابة ما يشعر به. لكن طبعا هستجيب لدعوة مدام أماني وحاخد الكتاب معايا إن شاء الله، وأشوفكم إن شاء الله في البرومناد عشان كل من يحب أن يضع توقيعه ومشاعره في هذا الكتاب، أهلا وسهلا به. نشكرك شكرا جزيلا، والحقيقة نكون سعداء أن حضرتك تشارك الجالية كلها والشعب المصري كله فرحته بهذا الحدث الجلل، وتبقى فرصة فعلا انه الناس كلها تعبر عن مشاعرها وتمضي في هذا الكتاب. طيب نعود مرة اخرى قناة السويس. بعد اذنك انا هقول بعض المعلومات عن القناة الاصلية. قناة السويس الاصلية طولها 193 كيلومتر، ده طولها لما اتحفرت في عام 1954 لما 1854 لما حصل ديليسيبس الفرنسي على موافقة الخديوي سعيد ومنحوا امتياز قناة السويس، حفر قناة السويس. القناة توفر 15 يوم من الملاحة العادية لو المراكب اضطرت انها تلف حول رأس الرجاء الصالح، هتقضي 15 يوم زيادة. حفر القناة الأولى استغرق 10 سنوات، اشترك فيه أكثر من 1,000,000 عامل مصري. وفي الحقيقة أنه يعني تحولت عملية الحفر الأولى إلى مذلة للشعب المصري، ومات أكثر من 120 عامل في عملية الحفر. 120 ألف عامل، أشكرك، 120 ألف عامل ماتوا نتيجة الظلم والإذلال ونقص الأساسيات الحياة في هذا الوقت.
وبعد ما انتهى الحفر حصلت فرنسا على امتياز 99 سنة، وفي سنة 1910 حاولت فرنسا انها تمد الامتياز ده مرة تانية 50 سنة، لكن بسبب الحركة الوطنية الشعب المصري ومحمد فريد وقتها هو اللي قاد الحركة ضد هذا الأمر ولم يحصلوا على هذا الامتياز. طبعا افتتحت القناة في حفلة فاخرة في 15 أكتوبر 1869، في وقتها كان الخديوي سعيد هو اللي قاد القافلة في اليخت المحروسة، الخديوي إسماعيل، وكان معه إمبراطوريات العالم، الإمبراطورة أوجيني من فرنسا كانت طبعا أهم شخصية، لأن فرنسا ما زال إلى الآن واضح اهتمامها بالقناة وظهر في مجيء رئيس وزراء فرنسا. لكن لو رجعنا بالتاريخ نلاقي أن دي مش أول قناة، كان زمان خالص في التاريخ المصري في قناة اسمها قناة سنوسير السي في 1874 قبل الميلاد، دي ربطت البحر الأحمر بالنيل والنيل بالبحر الأبيض، أعيد فتحها وغلقها أكثر من مرة لغاية ما أمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بردمها عشان يمنع أي إمدادات إلى مصر من أهالي مكة والمدينة اللي كان وقتها سائرين ضد الحكم العباسي. يعني لما هنتكلم برضو في حديثنا هندي بعض المعلومات الأخرى، لكن قناة السويس زي ما حضرتك ذكرت إنها هي والهرم وقناة السويس الجديدة ربما يكونوا السد العالي، السد العالي من أهم علامات تاريخ مصر. طبعا عند حضرتك حق تماما. في نقطة احنا برضو لابد ان احنا نشير ليها، اللي هو لا يجب ان احنا نستهين بانه لما تم الاكتتاب لتمويل القناة اللي تمت بأموال مصرية، ان كنا طالبين 60 مليار جنيه مصري، في اقل من 8 ايام بالظبط تلم 64 مليار جنيه مصري، وكان لابد ان يغفل باب الاكتتاب. فده يبين حضرتك مدى ارتباط الشعب المصري بقناة السويس منذ انشاء قناة السويس، وهي كانت مصدر رخاء لينا ومصدر في نفس الوقت اطماع الدول العظمى لينا. هي تعتبر اول قناة زي ما حضرتك قلت، في كان في قنوات قبل كده، بس هي اول قناة ربطت بين البحرين في العالم مباشرة. ووفرت طبعا زي ما حضرتك قلت وقت وفلوس كتيرة جدا بالنسبة للتجارة الدولية، حتى ان هو السبع سنوات اللي اغلقت فيها من او ثمان سنوات من 67 ل 85 العالم كله خسر فوق خسارة مصر مبالغ طائلة، يعني قد تكون يمكن تريليون دولار بسبب هذه الإغلاق. ولذلك أعتقد أن العالم كله مهتم بقناة السويس. في نقطة كنت عايز أشير ليها حضرتك، أن طبعا القناة دي احنا خلصناها في سنة كمان، عشان كان في طرق في إحدى الدول المجاورة كان بتحاول تنافس قناة السويس بأنها تعمل طريق قناة معينة تربط بالبحر الميت ثم البحر المتوسط، ده أحد البدائل، أو خط سكة حديد. طبعا زي ما حضرتك قلت ان طول القناة 193 هو المسافة بين البحر خليج العقبة والبحر المتوسط بالنسبة لهم فوق 300 كيلومتر. فبعتقد ان احنا بهذا المشروع قفلنا عن المشروع بتاعهم تماما. الخط البديل الثاني اللي هو عشان نظر لتغير المناخ، تمر التجارة بين أسيا وأوروبا عن طريق المحيط المتجمد الشمالي. برضو بهذا الافتتاح الجديد هنسمح بأن العبارات الكبيرة اللي كانت بتعدي من عندنا هتعدي بطريقة أيسر وأحسن. ولو تلاحظ حضرتك أنه الفريق مهاب مش لكن نحن ما زودناش الأسعار عشان نكسب كل السفن أنها تمر من عن طريقنا، بل بالعكس زودنا حمولة وأحجام السفن عشان كله يبقى يعدي من عندنا بإذن الله. هما دلوقتي يقدروا يستقبلوا العبارات اللي الغطس بتاعها 66 قدم، قبل كان 43 او 47 اعتقد. مش عارف حضرتك شفته ولا لا، كان اكبر واحده عدت من قيمه 3 ايام، وكان في اختبار المرحله التجريبيه عليها 18000 كونتينر. تخيل حضرتك يعني حتى تفريغها ده بعتقد هياخد كام يوم، يعني 18000 كونتينر وكان عليها الفريق مهاب مميش. سلام. فواضح ان هو خلاص يعني اعتقد ما فيش سفينه مش هتعدي في قناه السويس دلوقتي.
صعب جدا. من أصله الناس دول بيفكروا بطريقة اقتصادية بحتة، إذا كان ده هيوفر لي في الوقت وهيوفر لي في المصاريف أنا طبعا همشي هنا، ما عنديش أي دافع أن أنا ألف حول رأس رجاء الصالح وأروح في القطب الشمالي، لأنه عندي طريق سهل. وزي ما حضرتك قلت، هذه كانت خطوة في منتهى الذكاء حتى من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الدبلوماسية، لأن احنا بالطريقة دي أثبتنا أنه ده المجرى الوحيد للتجارة العالمية الآن. محدش هياخد مننا هذه الهبة اللي ربنا عطاها لمصر، اللي هي أنها تكون center of the world زي ما بيقولوا، يعني مركز العالم، وتعدي فيها كل التجارة الدولية. حضرتك عارف أن نابليون بونابرت قال أن مصر أهم دولة في العالم عشان مركزها، عشان هي في وسط العالم، بعد قناة السويس بدون شك أكدت هذه المقولة أن هي أهم مركز في العالم. طيب احنا معانا مكالمة تلفونية للأستاذ مجدي عازر. أهلا يا أستاذ مجدي. مساء الخير، أنا بمسي على حضرتك، بمسي على سيادة السفير، أشكرك لحضورك. وحب بس أنا دايما لما بيبقى في قيامة وقيمة زي سيادة السفير ما بحبش أعلق، ولكن النهاردة لازم أعلق لأن كلنا فرحانين. أبدأ كلامي تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر ثلاث مرات. حاجة تانية بس عايز أقول، ليه المصريين فرحانين؟ احنا فرحانين لأن اختياراتنا كانت صح، اخترنا الرئيس السيسي واختياراتنا كانت صح، وبنثبت للعالم كله ان اختيارنا كان صح. وثقنا في جيشنا العظيم، وكانت ثقتنا في محلها، وكان هو محل هذه الثقة. دايما بقول اننا ارسلنا الى العالم كله رسالة ان نحن ذو الجينات الحضارية الفراعنة، نحن اختياراتنا كانت 100% صح، بالرغم من بعض من كان في العالم يوصفون بالدول العظمى ضد اختياراتنا، لكن احنا اثبتنا النهاردة احنا صح وانتوا غلط، احنا كنا صح وانتوا غلط. رسالة اخرى بنرسلها للعالم كله، ان نحن قد استطعنا، بص انا بستخدم الفعل الماضي، بالقضاء على الارهاب او 90% من الارهاب. عندما اردنا استطعنا، وسوف نكمل هذا النجاح. الحاجة الثالثة انا برسلها للجماعة الارهابية اللي بيتنططوا هنا وهنا. في مثل كانوا بيقولوه في الصعايدة، ملجوش في الحلو في الـ في الـ في الورد عيب جاله احمر قديد. السيسي اللي بتقولوا عليه خاين قاتل، هو ينقل او يقفز بمصر قفزة لن يستطيع احد القفز بيها. يا اخي اختشوا باللي اختشوا ماتوا. قالوا رنيان في الافج في قناة السويس، وطلع السيسي والفريق منيش اديكوا شايفينه، الصورة ما بتكذبش زي ما انتوا قلتوا. يعني عملاقة عبرت قناة السويس وواحد طلع لنا بيقول لنا ما ده طشت. ماشي، احنا عايزين الطشت ده يتحمل العبارة دي، احنا موافقين ان الطشت يا سيدني بس يسيبنا في حد. على كل حال، افراح المصريين سوف تكون بعد غد يوم السبت الساعة 6 بالليل في الثيرد ستريت سانتا مونيكا، كل المصريين هيبقوا هناك. انا سوف أعرضها في برنامجي عشان نعرف العالم كله إن نحن المصريين فرحانين. سيبونا فرحانين يا أخي، خلونا نفرح، ملكوش دعوة بينا. أي واحد يتكلم في هذه الأثناء هو خائن للوطن، لأنه لا وقت حتى للانتقاد. الحاجة الثالثة بس عشان في وجود سيادة السفير وبعلنها على الملأ، انتقاد الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب يعتبر خيانة عظمى. البيوش في الحروب لا تنتقد. نحن خلف الجيش المصري قلبا وقالبا، سوف ننتصر على الإرهاب. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا جزيلا أستاذ مجدي عازر، أشكرك على شعورك الطيب وعلى وطنيتك ومحبتك لمصر. والحقيقة طبعا أنا هكون سعيد أننا أكون معاك ونشارك كلنا يوم السبت الساعة 6 في 3rd Street Promenade في سانتا مونيكا. كل الشعب المصري هيلتقي مع سعادة السفير
هيكون قائد معنا في هذه الوقت، ونحتفر بمصر ونفرح ونغني وننبسط بمصر. وسعادتك قلت ان انت هتعرض بعض اللقطات من هذا اللقاء في برنامجك اللي هيكون ان شاء الله يوم الحد القادم الساعة 12 على قناة اللوجوس، وكلنا ان شاء الله نتفرج عليه ونشكرك شكرا جزيلا. ممكن اعلق على كلام الاستاذ مجدي؟ انا متفهم غضبك يا استاذ مجدي، بس عايزك يعني وعايزيننا كلنا لا نلتفت الى هذه التفاهات، لان هم ناس كل غرضهم ان هم يخلونا نحيد عن الطريق المرسوم لينا، بيحاولوا ان هم يستثيرونا، بيحاولوا ان هم يغزونا بمعنى اصح. بالعكس، احنا هنغزهم زياده، وان احنا لا نلتفت اليهم تماما تماما تماما. اما بالنسبه للجيش المصري فيكفيني فخرا، وانا احد والدي من ضباط الجيش المصري الله يرحمه كان، انه الجيش المصري وقف مع الشعب المصري ولم يقف ضد الشعب المصري، ضد جماعه كانت كلنا عارفين كانت ماذا تريد بمصر وماذا تريد بالشعب المصري. بريد. وخير الختام وخير الحديث عن الجيش المصري فعلا، انه اهم انجاز له انه وقف مع الشعب المصري. اشكرك على هذا التحديد بالذات، اللي احيانا كتير الناس بتاخد بالها من انجازات الجيش المصري العمليه لكن نسيت او ما نسيتش، لكن لازم ناخد بالنا كويس قوي انه اهم انجاز انه مستجابوا لرغبه الشعب، والحقيقه انقذوا مصر، انقذوا مصر من هلاك محقق. طيب نعود مره اخرى الى بعض المعلومات عن المشروع الجديد ده. مش مجرد قناه حفرت، هذا الامر يعني احنا فرحانين بالقناه، لكن سعادتك انا متاكد هتكلمنا اكتر. انا عندي هنا اربع نقط اتقالت عن ايه اللي هيحصل من مشروع محور القناه ده، مشروع تنميه للمنطقه كلها. اربع مراحل. اول واحد هي من ضمن المشروعات الموجوده ان يحصل مرحله لانه يتعمل ترانزيت، يعني ممكن المراكب تقف في القناه وتاخد البضائع منها تتخزن في اماكن تخزين عامه، وبعد كده هيعمل محطات ومراكز التوزيع لاماكن مختلفه. بمعنى ان المركب ممكن تكون جايه مثلا من الصين جايبه بضاعه كبيره، جزء منها رايح لاوروبا، جزء منها رايح لامريكا، فتنزل البضائع وتخزن في منطقه القناه، وبعدين تيجي مراكب تانية وتنقلها لاماكن مختلفه. المشروع ده هيبقى له تاثير عالمي خطير على كل تجاره العالم، لانه في الوقت الحالي المراكب بتمشي من حته لحته وبعدين يبتدي التوزيع مره اخرى بطرق مختلفه. فتخيل لو التوزيع يحصل في منطقه مركزيه زي قناه السويس. نمر التلاتة، هيحصل انشاء مناطق صناعية لتصنيع المواد الخام المنقولة. بعض المواد دي هتيجي وبدل ما تروح تتصنع في اوروبا ممكن تنزل وتتصنع في منطقة القناة. انشاء محور من خمس محافظات، بورسعيد، السويس، الاسماعيلية، شمال سيناء وجنوب سيناء. وأوريدي ابتدى يعملوا 9 معابر عشان تربط القناة من تحت القناة، عشان تربط الغرب والشرق. هتصبح منطقة عالمية صناعية تجارية تشمل بعض المشاريع. مثلا من ضمن المشروع اللي لفت نظري وعجبني خالص اسمه تكنولوجي فالي، او وادي التكنولوجيا، زي ما احنا عندنا هنا السيليكون فالي في كاليفورنيا اللي هو وادي التكنولوجيا، هيعملوا مركز في مصر. واحنا كلنا عارفين تقدم التكنولوجيا في مصر، واعتقد ان ده هيبقى لها مستقبل كبير خالص المشروع ده. مشاريع سياحية، تطوير مدن جديدة، مناطق زراعية، مشروع الاستزراع السمكي، يزرعوا بحيرات للسمك، مشروع لخدمات السفن، يعني السفن يجيبوها ويعملوا لها تطوير وتصنيع، مصانع عربيات، لا نهاية للمشاريع. سعادة السفير، حضرتك يعني أوجزت فأكملت. طبعا لو حاولت بس أزود حاجات بسيطة، يعني حضرتك أشرت مثلا للخدمات البحرية، تعرف حضرتك من الهند لأوروبا ما فيش ميناء واحد بيصلح سفن أو بيتولى يعني تقديم خدمات بحرية ملموس. ففي منطقة قناة السويس هيتم هذا بإذن الله. حاجة تانية، حضرتك أشرت برضو لموضوع ترانزيت. أنا قلت حضرتك أن في 2 ميناء هنركز عليهم، ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخن.
شارع بورسعيد على سبيل المثال، هو دلوقتي ساعته 3 مليون كونتينر، هيبقى 18 مليون كونتينر. بالنسبة للمزارع السمكية، أنا كل دي بضيف معلومات عن حركة قلته، إنه إحنا 4000 فوق 4000 مزرعة سمكية، هنبدأ على طول يعني الأسبوع الجاي بإقامة 400. مش معقولة بقى عندنا بحرين والنيل وما نستخدمهمش. صحيح. وده يعني تخيل لو السمك ده بقى موجود وأفيلابل للشعب المصري كله، وده وجبة غذائية صحية. بروتين طبعا. بروتين من البروتين الأفضل من البروتين الحيواني. يعني بلا شك، عشان احنا مش بنقول بس ان ده هينعكس على الاقتصاد العالمي، لا، ده الاقتصاد المصري نفسه والشعب المصري والشخص هيتأثر بيها، لانه النهاردة بنكون فيه الأسماك موجودة وأفيلابل لكل الناس، ده جزء من التغذية للشعب زي ما حضرتك قلت، البروتين. تحقيق الأمن الغذائي. طبعا احنا قلنا انه هيزيد القدرة الاستيعابية الآن من حوالي 47، الآن 47 مركب. يعني هو اللي بيحصل دلوقتي ان المراكب بتيجي خاصة الشمالية، الجنوبية يمكن تقدر تعدي، الشمالية بتيجي ويقدروا ياخدوا العدد كذا مركب مثلا، يعدوا لغاية البحيرات المرة في النص، وزي ما تقول يركنوا كده على جنب او عشان تيجي القافلة للناحية التانية. كانوا بيركنوا 11 ساعة. دلوقتي 3 ساعات. دلوقتي هيبقى 3 ساعات بس، وفي نفس الوقت العدد اللي ممكن يستوعبوه في اليوم هيبقى 97 بدل 47. يعني الضعف تقريبا. الضعف. و طيب، في معلومات كتيرة هنقولها، لكن خلونا نفرح بقى شوية ونشوف أغنية عشان تفرحنا مع بعض. نشوف الفيديو نمرة 3، أغنية يا كل مصر، ونعود، ابقوا معنا. يا كل مصري أصيل، مهنش علي بلاده، رد لها كل جميل وراح لامم ولاده، خدهم على القناة وقال للخوانا لا، مصر هتفضل قوية لآخر الحياة. تحية لكل عامل، مهندس أو مزارع، واللي قال بلدي أولى كان متغرب وراجع. تحية للي شارك، للي ساهم، للي فاهم إن الخطوة اللي جاية هي طوق النجاة. بسم الله، دي قناة السويس أولنا، أحلامنا دلوقتي بقت قدامنا، ده الخير اللي جاي كتير قدامنا، ده حد كبير. بسم الله، بسم الله، دي قناة تحدي كبير. بسم الله، ودي مصر اللي احنا بنتمناها، تحيا مصر، ارفع راسك وانت بتتباهى، ودي مصر اللي احنا بنتمناها، تحيا مصر، ارفع راسك وانت بتتباهى، انك من مصر، لولاد مصر اصحاب النصر، تعيش يا مصر يا حبيبتي يا مصر. تحيا مصر،
أصحاب النصر تعيش يا مصر يا حبيبتي يا مصر. اهلا بكم احبائنا مره اخرى. الغريبه انه مصر تجدها في كل الاديان والكتب السماويه، يعني ما اخص ما تحدث الانجيل عن مصر والايات القرانيه الكريمه ايضا التي تتحدث عن مصر وخصوصيتها. ربنا حط مصر وادالها مركز مخصوص، وده اللي شعرينه الان، انه ربنا بعنايته بايده انقذ مصر وادها انها تمشي في الطريق السليم. يعني اسمح لي ان انا اسال حضرتك كمصري اصيل، احنا لمسنا هذا الامر من تعاملنا مع حضرتك، كيف ترى مصر الان للعشر سنوات القادمه؟ لا طبعا واضح قوي ان احنا حطينا رجلين على الطريق صحيح، فان شاء الله هيبقى تقدم ورا تقدم ورا تقدم. المهم ان احنا نقف ايد واحده، المهم ان احنا لا نفقد قوه الدفع، المهم ان احنا لا نفقد، لابد ان الاراده والعزيمه اللي اتعلمناها في افتتاح قناه السويس الجديده تستمر معانا بدون شك. انا بدي اقل من كده كمان، بدي خمس سنوات هتكون مصر اتغيرت تماما باذن الله، لو استمرينا بنفس القوه، لو استمرينا بنفس العزيمه، لو استمرينا بنفس التوجه، وان شاء الله هنستمر. قد يقول قائل مصر في وضع اقتصادي صعب، هناك مشاكل اقتصادية كثيرة، ما زال أعداء مصر يعملون، وما زال حتى رغم هذا النصر العظيم ما زال من يشكك في حتى في قيمة هذه القناة من الناحية الاقتصادية، هناك من يتربصون لمصر ويريدون يعني بأي طريقة يريدون إسقاطها. هل احنا فرحانين باللي بيحصل وعاوزين ان الشعور ده يستمر، لكن هل احنا في مأمن الان ام لابد ان نكون حذرين؟ لا طبعا لابد ان نكون حذرين، بس في نفس الوقت لا يصح الا صحيح، والحقيقه بتبقى واضحه وضوح الشمس. يعني مهما حاول المشككين يشككوا الامور واضحه. يعني تذكر حضرتك بعد 3 يوليو، بعد ثوره 30 يونيو، تذكر حضرتك العالم كان، او العالم الغربي بمعنى اصح، كان شكله ايه ضدنا، ودلوقتي العالم الغربي ايه؟ كم رئيس غربي النهارده كان موجودين، وكم مسؤول غربي كان موجودين، وكم دوله غربيه استقبلت السيد الرئيس، ولسه مستمرين في استقبال والاعتراف بالله. لا اعتقد الوضع بيتغير تماما. النقطه لابد ان احنا نكون حذرين زي ما حضرتك قلت، لان طبعا في تربص، ومش مش مش النهارده ولا امبارح، ده من اول امبارح، لان مصر هي اصلا دور المصري. احنا ما عندناش مثلا موارد كبيره، كل اللي عندنا الانسان المصري والموقع المصري، ودول الاثنين هم دول المطلوبين. فلابد ان احنا نكون حذرين ونعمل حسابنا كويس قوي، لكن اعتقد ان احنا ماشيين بنفس الفلسفه اللي احنا مشينا عليها في الماضي لما نجحنا، سواء مع ايام عبد الناصر او ايام السادات او قبل ذلك يعني بكتير، ايام محمد علي باشا، اللي هو ايه، يد تبني ويد تحمل السلاح، بدون ان نحيد عن هذه الثنائيه اللي هي خلتنا لغاية دلوقتي مصر. شيء جميل جدا، وبالتأكيد احنا لابد ان نبقى حذرين. ما عداش اقل من شهر فات كان الجيش المصري يتعرض لمؤامرة في سيناء وغدر وارهاب، ولا اعتقد ان هذا سينتهي. انا سعيد انه افراح مصر النهاردة عدت على خير، وكانت حفلة جميلة وفي منتهى الامن والامان، لكن لا أتوقع ولا يعني أنتظر أنه محاولات الغدر ستستمر، وهيحاولوا بقدر الإمكان أنهم يقللوا من فرحتنا. طيب نعود برضو لبعض المعلومات عن قناة السويس الجديدة. الحقيقة مراحل تطوير القناة سعادة السفير، في سنة 1869 لما افتتحت القناة كان طولها 146 كيلومتر،
في 2010 الطول بقى 193. العرض كان 60 متر في 69 في 2010 بقى 205، من 60 ل 205 متر. العمق كان 8 متر، الآن العمق 24 متر. كان في وقت افتتاحها كان أقصى غاطس يسمح به للسفن كان 22 قدم، الآن سيصل إلى 66 قدم، 3 أضعاف تقريبا. في هذا الوقت كانت أقصى حمولة للمراكب 5000 طن، الآن سيسمح ل 240 ألف طن تعبر القناة. أمور الحقيقة very impressive. حضرتك بتعدي القناة حاملات طائرات يعني من أكبر دي مدن عائمة، فده كان قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كمان. بعض الأمور الطريفة اللي أنا قريتها عن تأثير افتتاح قناة السويس الجديدة أنه حصل نوع من الهجرة السمكية، يعني بسبب أنه دلوقتي البحرين دول التقوا ببعض لقوا 30 نوع من الأسماك اللي كانت موجودة في البحر الأحمر هاجرت وعاشت في البحر المتوسط، وبالعكس نجد فقط 5 أنواع من الأسماك انتقلت من البحر المتوسط ولقوها في البحر الأحمر. رسوم القناة في الوقت الحالي 50% منها بيأتي بالدولارات، 37.4 من عشرة منها باليورو، 11.3 من عشرة بالجنيه الاسترليني، و 9.4 من عشرة بالين الياباني. عدد السفن عند افتتاح القناة في 1927 أول ما إحصائية جت كان 5545 سفينة، والدخل كان 1.7 مليار في سنة 1927. في سنة 2013 عدد السفن 15596 والدخل 5.3 مليار، ويتوقع أن الدخل ده يزيد إلى 23 مليار في سنة 2023. الحقيقة أيضا من تاريخ القناة إغلاق قناة السويس، أغلقت على مدى تاريخها 3 مرات. أول مرة سنة 1882 بعد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة عرابي، والمرة الثانية كانت في العدوان الثلاثي في 1956 وعيد فتحها في 57، والمرة الثالثة كان بعد حرب 67 وعيد فتحها في 1957 بعد اتفاقية فك الاشتباك الثاني اللي حصل بين مصر وإسرائيل. وزي ما حضرتك ذكرت أنه بسبب هذا الإغلاق العالم خسر أكثر تقريبا تريليون دولار. يعني سعادة السفير، إحنا في فرحتنا بمصر وقناة السويس السفارة المصرية هنا احتفلت بهذه الفرحة، وكان الحقيقة في لقاء يوم الأحد اللي فات، وإحنا حضرتك شرفتنا بدعوتنا إن إحنا نكون معاكم في هذا الحفل، وكان الحقيقة حفل جميل، ومشاعر الفرحة كانت تعم المكان كله. أنا في البداية أحب أعلن أنونسمنت بعد إذن حضرتك، ورغم فرحتنا كلنا بقناة السويس وفرحتنا بوجود قناة السويس، ففي شيء الحقيقة بيحزننا إلى حد ما، وهو أن إحنا عارفين أن الشهر ده هو آخر شهر لحضرتك كقنصل عام لمصر في الساحل الغربي، وأنا الحقيقة أحب أن أخذ الفرصة كشخصيا وبالنيابة عن كل أعضاء القناة العمليين، بل أقول وكل أعضاء الجالية المصرية في لوس أنجلوس، أشكرك على 3 سنوات من العمل الدائم والمخلص في خدمة الجالية المصرية، والحقيقة دماسة الخلق واستجابتك لكل الطلبات. أنا لا أقول هذا لوجودك، إنما هذا ما قالوا لي كل من قابلني، وعارفوا أنك هتشرفني النهاردة إن أنا بلغك تحية المصريين جميعا. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور محفوظ، واسمح لي بس هشير لحاجة بالنسبة لهجرة الأسماك، وبعد كده هتناول موضوع الهرج أثرته لأنه موضوع عاطفي شوي. بالنسبة لهجرة الأسماك دي كان موضوع أثير في الصحافة الغربية، وقالوا ده هيؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي. طب ما هي القناة كانت مفتوحة قبل كده، يعني هل لما زاد فرع آخر من القناة
هل هو هيخل بالتوازن البيئي؟ ثم معروف طبعا طبقا لقانون الطبيعة ان الاسماك لا تهاجر او الكائنات لا تهاجر الى حتى فيها خطر عليها، والا ستهدد بالفناء. فاعتقد الموضوع ده ما يعني ما يجب الا نلتفت اليه تماما، وانه تم دراسته، وانه اصلا على مدى منذ انشاء قناه السويس حتى هذه اللحظه البحر مفتوح على بعضه، يعني ما فيش حدود بحريه او في سور بيمنع الكائنات انها تروح من حته لتانيه. بالنسبه لمغادرتي، طبعا حضرتك انت عارف كويس او ان احنا لينا مده وبنقضيها، فلابد ان نغادر، لان من مزايا وزاره الخارجيه ومن سنه الكون هو تجديد الدماء. تجديد الدماء ده بيخلي الدول دايما فتيه، بيخلي البعثات فتيه، بيخلي الانسان فتي اصلا وعلى صح. انا بشكركم على كل مشاعركم وعلى كل ما قدمتوه ليا من مساعده، وفي الوقت نفسه انا اجتهدت وحاولت قدر استطاعتي ان انا اكون في خدمه الجاليه، والحمد لله ان ربنا وفقني ونجحت. وده ما كانش هيتاتى الا ب طبعا حب الجاليه ليا والتعاون، وايضا بمساعده زملائي اللي هم افتخر بانهم من افضل اعضاء وزاره الخارجيه، وربنا الحمد لله كافئني بيهم. واتمنى لكم دايما التوفيق، وان شاء الله نكون دايما على اتصال. وزي ما انا قلت في الحفله بتاعتي حضرتك، احنا دايما في وزاره الخارجيه ما بنقولش باي باي او وداعا او يعني لما بنقول اشوفك ان شاء الله فرصه احسن، او سي يو ليتر بالانجليزي. ده صحيح، اتذكر هذه الكلمه، واعتقد انه طبعا احنا ان كنا حدث تغيير في المركز الرسمي فبلا شك ان احنا اكتسبنا صديق، اذا سمحت لنا طبعا بهذه الصداقه، ونعتز بهذه الصداقه وتبقى الى مدى طويل الاتصال. افضل اضافه صديق واخ كمان. صديق واخ بالتاكيد. اسمح لي ان احنا نشوف بعض الصور وفيديو صغير عن الحفله اللي كانت في السفاره. نشوف الصور نمرة 4 والفيديو نمرة 5 ونعود لحديثنا مرة أخرى. مصرية بوكن عام والقبض بوكن خاص، بنشكر سيادة السفير على الفترة الجميلة اللي قضاها وخدماته للجالية، ونتمنى له كل توفيق، وخاصة يعني احنا شعرنا بالروح المصرية الأصيلة السامحة، خاصة ان هو تولى في فترة برضو كان فيها كثير من التحديات، لكن برضو الختام حسن مع الاحتفالات اللي بتحتفلها بلادنا مصر في هذه الأيام، وخاصة افتتاح قناة السويس، ونتمنى له التوفيق باستمرار في كل مكان يكون فيه. شكرا يا فندم. أهلا بكم مرة تانية. الحقيقة الحفلة كانت جميلة جدا سعادة السفير، ويعني نحب ننوه هنا أولا أنه نيافة الأنبا السرابيون حضر هذا الحفل وعبر عن شعوره جدا وامتنانه بخدمة سيادتك في الفترة اللي فاتت. لكن أيضا من الأمور اللي كانت جميلة هي وجود البعثة المصرية للأولمبياد الخاص. الحقيقة أكتر حاجة أثرت فيها نفسيا هي مقابلة بعض أعضاء هذه البعثة اللي حصلوا على 56 ميدالية ذهبية، والميدالية اللي حضرتك خدتها بقت 57. ويعني الصورة اللي كنا شفناها حديث مع بعض أعضاء فريق كرة السلة للسيدات، ودول أنسات، ودول أخذوا الجائزة الذهبية المركز الأول. دي كانت حاجة الحقيقة فخر كبير لينا. هما يعني حقيقة كان المنتخب المصري
يعني أكثر من مشرف أداؤه على مستوى المسؤولية. وزي ما كان حضرتك لاحظت أن الرئيس الوفد قال إحنا كنا متوقعين 40 وفي الآخر حصلنا على 56، فده يبين لك روح مصر وروح المصريين وإزاي التصميم والإرادة والعزيمة في دمهم، وإزاي أن هم لما بيحطوا حاجة في مخهم بينفذوها. وفعلا نحمد ربنا أن هو الحمد لله الأمور خرجت بهذا الشكل وساعدنا بكم جميعا، وده من فضل ربنا يعني الحمد لله. احنا بنشكرك على هذه الدعوة، وفعلا كان لقاء جميل، والشعور اللي كان متبادل بين الناس كلها هي فرحة بمصر، فرحة بالفترة اللي بنعدي فيها، وأيضا شكرا لك للفترة اللي قضيتها معانا والمجهود العظيم اللي عملته. وإحنا يعني برضو نتوق إن إحنا نقابل سعادة السفيرة لمياء مخيمر اللي هتكون موجودة إن شاء الله ابتداء من الشهر الجاي، وضروري برضو نتعرف عليها وتبقى لقاءات جميلة إن شاء الله. نعود مرة أخرى لفرحة مصر بقناة السويس، وأنا عاوز يعني إن إحنا ناخد الصورة دي كلها وناخد الشعب المصري هنا والجالية المصرية هنا في أمريكا، ونقول للناس عاوزين نعرف النصر الناس في مصر إزاي، الشعب هنا والناس الموجود في المهجر في الحقيقة قلبهم مع مصر. أنا زوجتي استيقظت الساعة 4 الصبح النهاردة، وده مش من عوايدها يعني. صحيت قبل بنص ساعة. بنص ساعة عشان تتفرج على ولينا بعض الأقارب اللي جالهم ناس يزوروهم من ولاية تانية عشان يقضوا اليوم معهم، عشان هم عندهم التلفزيون اللي بيجيب القنوات المصرية عشان يتفرجوا عليها. شفنا الناس في نيويورك ازاي ملوا تايم سكوير وإعلانات مصر مالية الدنيا. في أثناء تصفحي شفت في باريس الناس قاعدة تحت الأرش تريومف حاطين العلم المصري عليه. العالم كله في المهجر بيشعر. أنا عاوزك حضرتك تعرف بلمستك دلوقتي بالشعب المصري، عرف الشعب في مصر شعور إخواتهم اللي موجودين في المهجر. طيب حضرتك يعني أول حاجة عايز أشير ليها أن أنا من الدروس اللي تعلمتها في وزارة الخارجية وأنا لسه ملحق صغير، كان قالها لي أحد السادة السفراء السابقين الله يرحمه وتوفى، أنه وانت بره مصر هتحب مصر أكتر ما أنت بتحبها جوه. وحتى كلنا كنا ملاحق صغيرين استغربنا من هذا المقولة يعني من هذه المقولة، لكن فعلا ثبتت جدوى وثبتت أن الشعب المصري في الخارج والمصريين في المهجر لا يقل حبا لمصر وحرصا على مصر من المقيمين داخلها، بالعكس ده هم يعني على نفس المستوى، وفي بعضهم أكتر عايز يساعد مصر ويحاول يخليها إنها تبقى أحسن بلد في الدنيا وقد الدنيا بإذن الله. فده أنا أشهد عليه في طوال خدمتي يعني الكارير بتاعي كله، بأن المصريين في الخارج أكثر ارتباطا من مصر مما يظن البعض، بمعنى أنهم يشاهدون التلفزيون المصري، يتألمون عندما تتألم مصر، يفرحون عندما تفرح مصر في جميع المجالات، سواء المنتخب سواء الكورة سواء السياسة سواء الرياضة سواء الفن لو مصر حصلت على جوائز فنون. فبدون شك يعني في ارتباط عضوي بين مصر وأبنائها في الخارج. وحتى لو جه الجيل الثاني، أنا وجدت بعض الأفراد من الجيل التالي والجيل الثالث اللي هم اتولدوا هنا وقد يكون بعضهم لا يتحدث العربية المصرية يعني، ومع ذلك مرتبط بمصر جدا وكل سنة بيسافر مصر ويحبها جدا، لا يقل حبه لها عن وطنه الأصلي اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. فده شعور يعني حقيقي أحييه ويعني أقف له احتراما، وأتمنى إن شاء الله أنه هيستمر، وأنا متأكد أنه هيستمر بإذن الله. وأنا أشكرك على هذا التوضيح، لأنه كانت هناك فترة طويلة أيضا في أثناء العهود السيئة الماضية اللي كان دائما يحاولوا إلصاق صورة سيئة بالمهجر والمقيمين في المهجر، المصريين المقيمين في الخارج، وأي حاجة تتقال من المهجر ربما الناس تنظر لها نظرة سلبية. إنما مهم أيضا إن احنا بنتكلم على مصر والتغيير اللي بيحصل في مصر والتقدم إلى الأمان، أيضا قبول الدور الهام للمصريين المقيمين في الخارج في أنهم يلعبوا دور هام في مصر وفي نهضتها في الفترة القادمة. لأنه زي ما حضرتك ذكرت إنك أنت لمست بإيدك إزاي الناس دول بيحبوا مصر، يعني ربما حب مجرد أيوه مش وراء أي هدف غير فعلا بيحبوا مصر،
دي البلد اللي عشنا فيها ولا يمكن تنفصل عننا. عندي سيادتك يعني حق تماما في اللي حضرتك بتقوله، وطبعا انت عارف حضرتك ان الـ 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 دلوقتي المصريين لهم حق في الخارج، يعني لهم حق من الاشتراك في انتخابات مجلس النواب. فيعني بيزيد ارتباط ايضا المجالس الاستشاريه للسيد رئيس الجمهوريه اغلبيتها من المصريين في الخارج. في حاجه تانية احب اقولها، ان المصريين اللي في الخارج وزاد في الدول الغربيه، يعني نسبه التحولات المصريه من العاملين في الخارج يحتلون بين اكثر من 60%، رغم ان عددهم يقل كثيرا عن بعض الاخوه المصريين في دول الخليج. ومع ذلك ده يبين حضرتك، يبين لحضرتك ويبين للساده المشاهدين ازاي هم مرتبطين بمصر وازاي بيحبوا مصر وازاي هم عايزين يساعدوا مصر. شيء جميل جدا. طيب معانا مكالمه. مدام دولت اهلا بحضرتك. اهلا دكتور محفوظ، ازيك؟ كل سنه وانت طيب يا دكتور. كل سنه وانت طيب يا مدام دولت، اهلا بك. سمعت صوتك، انا بقالي كتير ما سمعت صوتك ولا دخلت بمداخله. اهلا بيكي، سعداء بانك معانا. سعاده السفير مساء الخير. يا سعاده السفير عايز اقول لك مصر بتفرح، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يعني انا عايز اقول حاجه بسيطه، احنا النهارده كان عندنا نادي بتاع السينيور بنروح نقضي فيه يوم، احتفلنا احنا السيدات العواجيز والرجال العواجيز، احتفلنا بافتتاح قناه السويس بمجهود قليل يعني باللي بنقدر نعمله، لكن ما عندكش فكره كان قد ايه احتفال عظيم عظيم، وقد ايه اشدنا بالحاجات اللي عملها السيسي، وانا كنت مطلع حاجات من على الانترنت، الحاجات اللي هتحصل كلها واللي حصلت، يعني كان فعلا يوم جميل. مصر فعلا بتفرح، الدنيا كلها بتفرح لمصر يا سعاده السفير. نشكر ربنا على كل الاحتفالات اللي في كل مكان. انا بس ليا ملحوظه واحده صغيره عايز اسال عليها، يعني ماذا لو كانت قطر هي اللي ماسكه المشروع بتاع قناه السويس اللي كان هيديهولها مرسي، يا ترى كان موقف مصر بقى ايه؟ يعني كان حزن شديد، لكن نشكر ربنا ان قناه السويس مصريه بتاعه المصريين، الله ما سمحش ان تروح للقطر ولا لغيره. يعني موقفهم ايه يا ترى هم وتركيا وباراك اوباما المدعوس ده اللي هو اتفق معاهم، يا ترى ايش وقع قلبهم ان المشروع ده ما بيبقاش تحت ايدهم لكن بقى تحت ايد المصريين. ربنا فعلا انقذ مصر في الوقت المناسب يا سعاده السفير، مبروك لمصر، تحيا مصر. احنا ده يدينا انه لازم ندعي لمصر على طول ونشكرها بصلواتنا، ربنا يحفظها من الارهاب ومن الشر، ونعمل جاهدين ان لو في مقدورنا الناس كلها تعمل حاجة تعمل لمصر. ربنا معاكم، شكرا ليك سعادة السفير لحضورك بقناة لوبس، احنا بنفرح قوي لما بنشوفك. شكرا ليك دكتور محفوظ، كل سنة وكلكم طيبين. كل سنة طيبة مدام دولت، وان شاء الله نشوفك يوم السبت الساعة 6 في منطقة البرومناد في السيرت ستريت في سانتا مونيكا. هيكون في لقاء لكل الجالية المصرية في منطقة لوس أنجلوس عشان تعبر عن فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة، وإن شاء الله سيادة السفير هيشاركنا في هذا الاحتفال، ونتمنى أنه جميع المصريين يكونوا موجودين في هذا اللقاء. طيب سعادة السفير إذا سمحت لي برضو نشوف فيديو تاني عن الختام الحفلة بتاع مش عايز حركة علق على مدام دولت. يعني هي طبعاً هي طبعاً كان فترة طبعاً إن شاء الله ربنا أنقذنا منها مدام دولت، وأجمل ما في مشروع قناة السويس الجديدة إنه تبنى بإيد مصرية بعقول مصرية وبأموال مصرية، فدي من نعمة ربنا علينا. وطبعاً بالنسبة إنه كان في دولة تانية عايزة تاخدها، أو يعني احنا سمعنا برضو بعض الاراء الشاذة، زي لو تتذكري حضرتك كانوا عايزين يأجروا الاثار المصرية لو تفتكر حضرتك. أيوة طبعا. فيعني الحمد لله ان ربنا نجانا، ده يعني ملخص القول بتاعي. يعني الحمد لله ان ربنا نجانا. لو الواحد كان يتخيل استمرار هذه الفترة الصعبة النهاردة كنا بنعمل ايه، ربما كان حيكون لقائنا لقاء حزين جدا، نتحزن على ما وصلت إليه مصر، ربما كان هيكون لقاءنا. لكن الحمد لله وكلنا احنا بنشعر ان ايد ربنا فعلا اللي ربنا بيحب مصر ومش هيسمح ليها انها تنزلق الى هذه المهالك ابدا،
أو أن مصر تروح زي ما قال سيادة الرئيس لا يمكن إحنا هنسمح لمصر أنها تروح إن شاء الله. طيب نشوف الفيديو نمرة 2 ونعود لتكملة حديثنا عن أفراح مصر بقناة السويس الجديدة. Thank you.
أهلا بكم مرة تانية أحبائنا المشاهدين. بنتمم فرحتنا بمصر وأفراح مصر، وأيضا بناخد الفرصة دي عشان نوجه الشكر لسيادة السفير الحسيني عبد الوهاب على خدمته 3 سنين الجالية المصرية في منطقة لوس أنجلوس. الحقيقة يعني احنا قربنا على ختام الحلقة، وانا عاوز ادي لحضرتك فرصة انك تقول كلمة نهائية كقنصل مصر العام في لوس أنجلوس الى الجالية. يعني اسمحوا لي اولا اشكر قناة لوجوس انها استضافتني يعني اكتر من مرة، وكانت يعني كانت استضافات جميلة، وكانت بتناول الموضوعات اللي هي محل مناقشة ومحل اهتمام من الشعب. وبشكر حضرتك يا دكتور محفوظ، كنت نعمة الأخ والصديق اللي وقف معايا في أثناء تواجدي هنا في لوس أنجلوس. وبحب أشكر جاليا فردا عن ما قدموه لي من مساعدة ومن محبة ومن تعاون، ويعني أتمنى إن شاء الله أن أنا أطمئن دايما عليهم كلهم، وإن احنا نكون دايما على اتصال، وإن احنا عمرنا ما هنقول وداعا، ولكن هنقول إن شاء الله أشوفكم على خير، وأتمنى لكم التوفيق. ودايما احنا لما بنسيب بلد بنكون مهتمين بيها وبنعرف أخبارها، وأعتقد برضو نفس الشيء بالنسبة للجالية، كنوا برضو عايزين يعرفوا السفير اللي قبل كده راح فين. والحمد لله إن الفترة بتاعتي تمت على خير، فأكرر شكري ليكم أنا وزوجتي وبقيت أسرتي على حسن استقبالكم وعلى تعاونكم وعلى محبتكم لي. شكرا يعني. أشكرك على كلامك الرقيق، ويعني أشكرك على كلامك على قناة اللوجوس. وشخصي احنا في الحقيقة فعلا استضافنا حضرتك في أكتر من مرة، وكانت دائما الأسئلة اللي بتقدم والإجابات الحقيقة بتسهل أمور كثيرا للناس، ودي كان الرد الفعل اللي كان بيجينا دايما لما نستضيف حضرتك، ان الناس بتتكلم بعد كده تقول احنا مبسوطين ان احنا سألنا الأسئلة وجات الإجابة. انا اتذكر زمان ساعة السفير كان فكرة انك تروح السفارة او تعمل حاجة كان يعتبر مشكلة، وفي غموض كثير للإجراءات وطريقة لكن منذ مجيئك وان السفارة بتتعاون معنا في مجيء حضرتك وقبل كده كمان السفير السابق كان بنسأل أسئلة ويجاوب عليها، ده بيوضح الأمور لناس كتيرة. واتضح الآن أن السفارة فعلا هي صديقة للجالية، وأنه هدفها هي الخدمة، وأنه أي إنسان عنده مشكلة لما بيجي إحنا كان يجينا بعض الناس يقول أنا حصلت المشكلة الفلانية ونوجهه أنه يجي لحضرتك، وكنت بتفتح لهم المكتب بتاعك شخصيا وتقابلهم وتحل لهم المشكلة دي. في الحقيقة بنشعر الآن فعلا أنه السفارة المصرية بتقدم خدمات للجالية، وهدفها في النهاية خدمة الجالية. فالشكر في الحقيقة في ليك في النهاية مش لينا. أنا متشكر ليك يا دكتور، بس أحب يعني أن الجالية والشعب المصري كله يعرف أن البعثات الدبلوماسية هي مكملة للجاليات، يعني الاثنين بيكملوا بعض، وليس في مجال للتنافس أو ليس في مجال للنزاع، بالعكس في كل التعاون وكل المحبة والود. وصدقوني لما أقول لكم أن كل أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج بيحاولوا يساعدوا على قدر استطاعتهم، ويمكن أكتر من استطاعتهم شوية لو لقوا ثغرة هنا أو هناك يعني بتسمح لهم بأن هم يلبوا احتياجات الجالية. ولكن هي دي الروح اللي هي اللي احنا يعني إن شاء الله هتمشي، اللي هي الروح الجديدة اللي ماشية في جميع بعثاتنا، جديدة زي قناة السويس الجديدة كده إن شاء الله. وعشان كده احنا هنلقي الحلقة بتاعتنا قبل ما نرجع ونودع سعادة السفير نتفرج على أغنية بشرة خير، لأنه مفيش أجمل من أنها تكون بشرة خير لمصر إن شاء الله. تعملها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها، سكت كتير خدت إيه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير. ومنادي عالصعيدي وبناخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لما ترجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال، ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسمع اللوية يا مكان العدا، كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض اقوى،
اهلا بكم احبائنا المشاهدين مره ثانيه. بشرة خير ومصر جديده، قناه سويس جديده، الى الامام يا مصر. نشكركم شكرا جزيلا، شكر خاص لسعاده السفير حسيني عبد الوهاب لوجيئه معاه ولخدمته معنا في هذه الفتره، ونتمنى لك التوفيق يا سعاده السفير، ونشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور محفوظ. نراكم احبائنا المشاهدين في حلقه قادمه من المسيحي والمجتمع. نسمع أخبار كتيرة بالنسبة لمصر والأحداث مصر والشعب المصري، فإحنا كنا عاوزين نطمن على بلدنا الحبيبة. الشكوك اللي بنشوفها في الوقت الحالي في المجتمع عموما المصري وبالذات في المجتمع الأمريكاني. إذا حبينا نعرف شخصية السيد المسيح، من هو السيد المسيح؟ ما الذي يميز السيد المسيح؟